سقطوا في الاجتياح وفشلوا في الاجتياح الى غير مدينة روما. شو صار معهم؟ يعني كل الدوارات عندنا للشهداء ولكن تتسعش لكل الشهداء. يعني ليس بداية الرحمة للشهداء لكل شهداء فلسطين. النصب التذكاري أو خلينا نسميه ضريح الشهداء هو يعطي رمزية خاصة للشعب الفلسطيني، كون الشعب الفلسطيني وتاريخ الشعب الفلسطيني لم يكتب إلا بدماء الشهداء الأعظم منا جميعا. لذلك نعمل في مدينة جنين وفي كل الوطن، بل أحبذ أن يكون لكل شهيد فلسطيني ضحى بدمه وروحه لأجل فلسطين أن يكون له هناك نصب، أن يكون له هناك تذكار تخليدا له، وليكون تاريخ يدرس للأجيال القادمة، ليس تاريخ يكتب في الكتب، وإنما تاريخ يراه الناس في كل المواقع. جنين تعتبر عاصمة المقاومة، في كل ركن وفي كل زاوية هناك شهيد، وهنا في جنين وفي هذا الدوار الرئيسي دوار السينما حاولنا قدر الإمكان أن أجمع مع ابني الشهيد سميح أبو الوفا أكبر عدد ممكن من الشهداء والذين ضحوا بأرواحهم لأجل فلسطين. حاولت قدر الإمكان، تقريبا استطعت أن أجمع حوالي ما يقارب 60 شهيد في هذا الدوار، حتى ترى الأجيال القادمة أن هناك جيلا كاملا ضحى بروحه من أجل فلسطين. فالتاريخ الفلسطيني لا يكتب في الحبر وإنما كتب في الدم. ولم يبقى لنا صراحة كشعب فلسطيني في تاريخنا إلا الشهداء والجرحى والأسرى، هؤلاء هم الذين بقوا من هذا الإرث الوطني، الإرث الفلسطيني الذي يدرس للأجيال القادمة.